من ناحية أخرى، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الانتهاء من مراجعة قانون المستشفيات الجامعية وإقراره ليكون جزءا من قانون التعليم العالي الجديد. من جانبه، أكد ماهر فوزي رئيس وحدة علاج الألم بكلية طب قصر العيني أن التشريع الجديد يضمن مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، كما يؤكد استقلالية المستشفيات الجامعية من الناحية المالية، ويخصص لها موارد من الموازنة بحسب الخدمات التي تقدمها للمواطنين.